بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، القرآن يعلمنا كل شيء في حياتنا. أحببت أن أتوقف معكم حول آية كريمة أتمنى من الجميع أن يحفظها ويرددها كلما دخل أو خرج إلى مكان ما. الحقيقة أحبتي في الله لا تستخفوا بآيات القرآن. لا تستخفوا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان دائم الذكر، كان لسانه رطبا بذكر الله. وقل ربي ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما هذا الكلام العجيب؟ والله ايها الاحبه هذا الكلام ينبغي ان نرسخه في عقلنا الباطن. ينبغي ان يكون عقيده لدينا. كلما دخلت إلى أي مكان ما هو المانع أن تدعو بهذه الآية أن تردد هذه الآية أولا كل حرف تقرأه بعشر حسنات كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعني هذه الآية أنا لدي هنا بحدود خمسة وخمسين حرفا يعني خمسمية وخمسين حسنة أنت تقرأها خلال ربع دقيقة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عشر ثواني وأنا أقرأ بهدوء وتأمل وخشوع عشر ثواني فقط تكسبك أكثر من خمسمائة حسنة وكل حسنة خير من الدنيا وما فيها خير من مليارات الدنيا وما فيها أيها الأحبة طيب ما فائده هذا الدعاء؟ ما فائده هذه الايه؟ لماذا انزلها الله عز وجل؟ الانسان ايها الاحبه كما يقول علماء النفس بحاجه دائما لمن يدعمه ويؤيده، بحاجه الى دعم نفسي. هناك جمعيات ومؤسسات وعيادات مهمتها تقديم الدعم النفسي. الاكتئاب كثر كثيرا في هذه الايام. والقلق والتوتر النفسي والحزن العميق هذه يعني كثرت بين الناس بسبب الضغط الهائل لعصر المعلومات الذي نعيشه اليوم وبالتالي لا بد من, من, من دعم نفسي من أين نحصل على هذا الدعم النفسي من القرآن كلما أردت أن تدخل في أي مكان لديك مثلا مشكلة تريد أن تحلها لديك أمر صعب تريد أن تذهب لتحل هذا الأمر. لديك هدف تريد أن تنجزه في مكان ما، أي مكان تدخل فيه حتى عندما تدخل إلى بيتك. حتى عندما تدخل إلى عملك، إلى دراستك. تقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق. مدخل صدق عبارة عظيمة جدا. اي ان هذا المدخل تعينني فيه على الصدق، وبنفس الوقت تجعل من ادخل عليهم تجعلهم صادقين معي، فالمدخل الذي تدخله كله صدق، اليوم عصر الكذب ايها الاحبه، للاسف انت تدخل الى محل او مكان لتشتري شيئا وانت تتوقع انه يكذب عليك. لا يعطيك النصيحة، لا, لا ينصحك بالنصيحة النصيحة الجيدة. يكذب عليك ليروج لبضاعته ربما تكون فاسدة. فعندما تقول وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، يعني يا رب انا اذا دخلت في هذا المكان فاجعل الصدق من حولي اجره على لساني واجعل هذا المدخل كله صدقا بالنسبة لي ومن اتعامل معهم صادقون معي او صادقين معي وعندما اخرج ايضا مخرج صدق وبنفس الوقت واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اذا ذهبت في اي مكان تشعر بالقوه تشعر ان لديك سلطان قوي تستمده من الله عز وجل الملك المتصرف في الملكوت هذه آية القوة والسلطان أيها الأحبة، وبعد هذه الآية ماذا تقول الآية التالية: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الباطل لا يمكن أن يطغى على الحق، الباطل لا يمكن أن يظهر على الحق، الباطل دائما زهوق في الأسفل منتهيان فهذه عقيده ينبغي ان ترسخها في اعماقك لتكون سعيدا في حياتك والا الانسان اليوم يتعرض للكثير من المشاكل والهموم وربما الظلم وربما نقص في المال في مشاكل كثيره جدا ايها الاحبه، انت بحاجه لان تعتقد ان الباطل لا يستمر ولا يظهر على الحق. والباطل لا يطغى على الحق، وأن الباطل مصيره إلى الزوال، وقل جاء الحق يشبه لك الحق وكأنه شيء يتحرك ويأتي، أن هذا الحق سيأتي، وأن الظلم والبطلان سيزهق ويزول ويموت ويختفي، إذا أيها الأحبة، هذه الآية والله تريح النفس. تواسي المؤمن وتعينه ايضا على قضاء حاجته تعينه على الصدق تعينه على ان 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 تجنب اساءة الاخرين مدخل صدق يعني مدخل فيه خير ويجنبك السوء ويجنبك المهالك اذا ايها الاحبه اقرأوا معي هذه الآيه واحفظوها والله ستنتفعون بها يوم الموت ويوم لقاء الله عز وجل، يعني أخي الحبيب أنت يعني ستلقى الله ربما الآن، ربما غدا، ربما بعد غد. طيب هل تلقى الله وأنت جاهل بكلامه؟ على الأقل احفظ بعض الآيات تلقى بها الله عز وجل وأنت حافظ لكلامه. إذا سنختم بهذه الآيات أرجو أن آيتين هما احفظوهما جيدا أيها الأحبة وكرر هذه الآية كلما دخلت إلى أي مكان وخرجت كرر هذه الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته